خلينا نروح لزميلنا كريم احمد من ملعب تدريب للنادي الاهلي يطمنا بقى على الكلام اللي انا بقوله ده هل هو صحيح ولا مش صحيح؟ هل اللعيبه مركزه في اللي بيحصل ده كله ولا مركزه في مباراه يوم السبت القادم؟ خلينا نطلع نشوف زميلنا كريم احمد اتفضل يا كريم برحب بيك طبعا في البدايه كل التحيه ليك كابتننا كابتن اسلام الشاطر والتحيه والشكر ايضا موصولين لجمهورنا جمهور النادي الاهلي يعني نقدر نقول بدات بقى الاستعدادات الفنيه لبيتسو موسيماني ولاعبي النادي الاهلي للخطوه المنتظره والمرتقبه ان شاء الله في مباراه وفاق ستيف باذن الله ان شاء الله تكون المباراه من نصيب النادي الاهلي عايز اطمنك كابتن اسلام كالعاده ونطمن جمهورنا العظيم من خلال شاشه قناه النادي الاهلي على التدريب الجرعه التدريبيه النهارده كانت ايه الحاله المعنويه حاله تركيز اللاعبين للنادي الاهلي ودي اللي واضحه بشكل كبير جدا من اول كنا متواجدين فيها وانا في الجزائر واضح التركيز الكبير واضح الجديه تدريب النهارده الاول على الملعب الفرعي لاستاد جويليه اللي, اللي هيستقبل المباراه يوم السبت ان شاء الله باذن الله لكن عايز اقول لك كابتن اسلام ارضيه الملعب مش جيده ويمكن كان في تعليق بسيط كده من الكابتن سيد عبد الحفيظ لان المعامله بالمثل ده امر مهم جدا احنا استقبلنا طبعا اشقائنا في وفاق ستيف في ملعب النادي الاهلي بمدينه نصر ملعب مميز جدا واشادوا الحقيقه بيه بارضيه الملعب وبال ايضا كمان كل الترتيبات اللي كانت خاصه بيه تدريب وفاق ستيف فيمكن النهارده يكون تدريب على هذا الملعب لكن بعد التنسيق الخاص طبعا ومشاركه معالي الوزير طبعا رئيس بعثه النادي الاهلي عمرو فاروق طبعا على هذه الامر بجانب كابتن سعد عبد الحفيظ بجانب كل الطاقم طبعا للنادي الاهلي ان يتم تغيير هذا الملعب لملعب يكون جيد لفريق النادي الاهلي يساعد على الجمل التكتيكيه يساعد على الجري لان في حرص كبير جدا في هذا الملعب في عالي وواطي كده بلغه الكوره فيمكن بيتسو موسيماني اكد على اللاعبين ما فيش تدخلات حاول ان احنا يعني يكون في يعني ما بأش في مجهود كبير جدا في هذا الامر لان احنا مش عايزين نفقد اي لعيب ارضيه مش جيده كابتن اسلام لكن ان شاء الله تنتهي الجرعه التدريبيه اليوم الجديه موجوده جدا مع لاعبي النادي الاهلي بيتسو موسيماني الحقيقه مع اللاعبين بدا التدريب بمحاضره فنيه كالعاده اكد على هذا الامر ومنها مباشره للتكتيك يعني في هذه اللحظات اللي انا بكلمك فيها كابتن اسلام تدريب النادي الاهلي شغال بيتسو موسيماني بيحفظ اللاعبين بعض الجمل التكتيكيه بيشوف التكتيك هيبقى ايه طريقه اللعب هتتغير كل الامور دي ان شاء الله وتكون مفاجاه باذن الله ان شاء الله في مباراه وفاق ستيف يا رب ان شاء الله يكون من نصيب النادي الاهلي الاصابات والغيابات يعني بناكد على هذا الامر الكل جاهز يعني مش عايزين نقول لعيب هيغيب او مش لعيب هيغيب لان احنا لسه عندنا عدد من الايام حتى موعد ألم المباراه لكن باكد لك على جاهزيه الكل ان شاء الله في هذه المباراه كل اللاعبين عندها جديه كبيره ومركزه بشكل كبير فان شاء الله باذن الله كل الظروف دي تكون معانا كابتن اسلام في مباراه السبت يعني الان التمرين بينتهي ولا خلص ولا ايه احكي لنا يعني الدنيا ماشيه ازاي يعني الصور اللي احنا شايفينها دي هل هي صور مباشره ولا كانت منذ قليل تدريب النادي الاهلي اقدر اقول لك خمس دقائق بالظبط يا كابتن اسلام وينتهي التدريب بالكامل يعني هي في المرحله الاخيره مرحله الفينش التكتيك منتظرين بيتس موسيماني كمان في نهايه المران هنشوف هل هيلاعب لعيبه النادي الاهلي على ضربات الجزاء في الفاولات اللي من خارج ال 18 الامور اللي احنا معتادين عليها في التدريبات قبل المباراة الافريقيه لكن خلاص اقدر اقول لك من خمس لسبع دقائق على ان ينتهي التدريب مباشره الملعب قريب شويه فيمكن ما استغرقناش اكثر من 17 دقيقه حتى الوصول والجرعه التدريبيه بدات مباشره عقب الوصول لكن الامر اللي انا بكدلك عليه الملعب أقل التدريب مش جيد بنسبه كبيره جدا فيمكن الحرص موجود الجرعه التدريبيه بسيطه اه كلها حاجات ما فيهاش ترنات ما فيهاش تدخلات ما فيهاش تاكلينج ما كل الامور دي لكن ان شاء الله باذن الله منتظرين الملعب الغد يكون جيد عشان النادي الاهلي يستفيد منه بشكل كبير جدا والجرعه التدريبيه يقدر البيتسو موسيماني يوصل الفكر ويوصل التكتك ويوصل خطه اللعب اللاعبين وايضا كمان اللاعبين تكون في اجاده جدا في التدريب في تدريب الغد ان شاء الله الحقيقه وانا بتفرج كده يا كريم شايف ان اللعيبه كلها يعني حاله من, من التركيز الشديد مع مع الانبساط بالتاكيد مع الحرصه كمان يا كابتن اسلام يعني حاله تركيز كبيره جدا لازم يكون في فرن انت كنت نجم نجوم النادي الاهلي يا كابتن اسلام وعارف لازم يكون في كسر كده من لعيبه تلاقي كابتن حسام يقول كلمه كابتن وليد سليمان بيحاولوا يطلعوا طبعا اللعيبه من التركيز الكبير لان التركيز كبير جدا يعني يشوف لعيبه النادي الاهلي ما يقولش ان لعيبه النادي الاهلي كسبان اربعه ابدا لا يقول ان لعيبه النادي الاهلي عارفه الاهميه وعارفه المتغيرات الكثيره جدا في كره القدم لعيبه وفاق كيف عندهم رغبه وعندهم حماس وعندهم جمهور وعندهم طموح اكيد بالتاكيد فان شاء الله نحسم كل الامور دي بشخصيتنا الكبيره وشخصيه لعيبه النادي الاهلي والوعي اللي احنا بناكد عليه في كل مره لعيبه النادي الاهلي في قامات كبيره جدا عارفه نعم. الاهميه عايز اقول لك كابتن اسلام فندق الاقامه بعد وجبه الفطار اجتماع بعد وجبه الغداء اللعيبه بتجتمع بعد وجبه العشاء اللعيبه بتجتمع واضح التركيز الكبير واضح الدور الاكبر لكل اللعيب الكبار في النادي الاهلي يا رب كل المجهودات تكلل بالنجاح ان شاء الله يا كابتن اسلام البعض بيحاول ان يقلل من اهميه هذه المباراه او يحاول ان هو يقلل من فريق وفاق سطيف. طبعا بعد ما لا يشجع الاهلي هو اللي بيعمل هذا الامر ولكن أعتقد أن لعبة النادي الأهلي مركزين جداً يعني اللي أنا شايفه كده وشوش لا مركزة جداً أن عندنا مباراة صعبة جداً 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 مع جمهور بيحترم فريقه بيحترم النادي الأهلي ولكن بيحب فريقه جداً 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 بالتاكيد يا كابتن اسلام اتفق معاك باليوم في الميه النادي الاهلي بيحترم وفاق وفاق بشكل كبير جدا وده اللي واضح وده اللي احنا لامسينه الحقيقه ما بنقول تركيزه منقول جديه مش كلام فقط لان احنا شايفين الكلام ده في فندق الاقامه وفي ارض الملعب في فصل كبير جدا المباراه الاولى ومن المباراه الثانيه فده اللي بنأكد عليه الامر مهم جدا ان احنا ننسى المباراه بكل ما فيها بجمهورنا ومساندته الكبيره لان انت هتشوف مسانده كبيره جدا من الجمهور برغم النتيجه فرقتهم ولازم يكونوا معاها يمكن احنا اتكلمنا كابتن اسلام امس وقلنا ان كسبوا فريق 7-0 اه الفريق مش مش قوي او كده لكن عندهم معنويات وعندهم تركيز لكن تركيزنا يكون اقوى ان شاء الله ومعنوياتنا تكون اكبر ان شاء الله في هذه المباراه ويا رب القادم يكون افضل للنادي الاهلي ويوم السبت 90 دقيقة من نار رجالة يكون في الملعب ان شاء الله ونقدر ان احنا نحجز بطاقة ألتة اللي ليه المباراة النهائية ويا رب ال 11 تكون اهلاوية ان شاء الله يا كابتن اسلام. يا رب ان شاء الله النهارده ايه اللي هيحصل بعد نهاية التدريب وبكره ايه اللي هيحصل يا كريم؟ يعني خلاص اقدر اقول لك مباشره عقب الانتهاء المرانة هتوجه اللاعبين الى فندق الاقامه منها لوجبه العشاء منها الى الغرف وغدا ان شاء الله يكون اليوم الاعتيادي المعتاد 10 صباحا فطار 2 ظهرا يكون وجبه غداء 5 هيكون وجبه سناكس بسيطه لعيبه النادي الاهلي 7 وربع هيكون المحاضره الفنيه الاخيره وتحرك مباشره الى الملعب لكن لسه حتى الان لم يتم حسم اسم من الملعب لكن في خلال اللحظات القادمه ان شاء الله باذن الله بالتنسيق مع كابتن سيد عبد الحفيظ نعرف اسم الملعب وقربه من فندق الاقامه ان شاء الله باذن الله يكون يوم طيب لفريق النادي الاهلي اليوم وغدا غدا وبعد غد ويوم السبت ان شاء الله يكون كل التوفيق مع فريق النادي الاهلي يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي انا شايف الصوره الموسيماني بيتمشى لوحده كده بيفكر في حاجه ولا ايه <applause> هو بيتفقد ارديه الملعب على طول بيحاول ان هو يكون يعني لوحده كده او يعني بيحاول ان هو يكون ليه كده تركيز كبير لوحده قبل التدريبات بشكل كبير يا رب يكون موفق في اختيار التشكيل وفي التكتيك وفي فكره ان شاء الله يكون التوفيق مع الكل يا كابتن اسلام في هذه المباراه يا رب انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا كريم احمد من الجزائر زي ما حضراتكم شايفين بنحاول نجيب لحضراتكم كل ما يحدث مع بعثه النادي الاهلي وزي ما حضراتكم شايفين دقائق قليله وينتهي التمرين النهاردة واللعبة بقى على الفندق على الأوتيل وبعد كده عشاء ونوم على طول هذه هي حياة لاعيبة كرة القدم في النادي الأهلي